بالتأكيد. كريستيانو. إذن كريستيانو. You have done it. لقد أنجزت المهمة. هذا الكأس ثقيلة جدا. سأساعدك في حملها. لا بأس. إذن كقائد للفريق ولكن كذلك كمدرب مساعد في الدقائق الأخيرة. لست مساعدة مدرب ولكن هذا فقط التوتر وروح المجموعة. أنا كنت متوترا جدا في الحقيقة. حاولت أن أساعد قدر المستطاع بكل ما لدي زملائي أصدقائي مدربي كذلك. كنت متوترا جدا لأنني كنت أعرف بأن هذه الإصابة ستمنعني من مواصلة المباراة ولسوء الحظ خرجت من المباراة مبكرا نوعا ما ولكن آمنت دائما أن هذا الفريق يستحق الفوز بهذه الكأس في باريس. نعم في باريس أمام 70,000 مشجع فرنسي وعشرة آلاف من البرتغال ربما هذا ما رأيته تقريبا لست متأكد من الأرقام ولا أفهم لماذا ولكن على كل حال الأهم هو الفوز بهذه الكأس. أنا فخور جدا هذه أول مرة يفوز بها البرتغال كأسا كبيرة وأنا سعيد بذلك. سؤال أخير كريستيانو لو سمحت أخبر ملايين الجماهير في العالم العربي جماهير كلمة لهم. Thank you very much. شكرا جزيلا لكم كلكم تأتون بالمساندة لي والمساندة للبرتغال وأنا سعيد وفخور بذلك وهذه الكأس لكم أيضا شكرا جزيلا شكرا لكم.